السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي أن أقدم هذه المشاركة البسيطة ترحيبا بالأخ الفاضل ضيف هذا المساء الأستاذ أحمد المعيني أبو حسام. مرحبا ترحيبي بك يا ابن المعيني، عد ما في الكون من حلو وزين. مرحبا تصلك يا قلبي وعيني، يا هلا بأغلى الضيوف. ما لك الأيام أو شهر زيادة، يا ما شاء الله واصل للريادة. والحقيقة كلنا نفس الشهادة، تستحق الاحتفال منتدى جازان مجد من رجاله. أحبكم أبو مازن. شكرا أبو مازن، الله يحفظك ويرفع قدرك، وهذا والله شرف لي حقيقة. أبو مازن، على ما سمعت إنه عاش بيننا فترة، وطبعا انا والله ما قد ناقشته في هذا الموضوع، لكن حقيقة معروف من عائلة معروفة ومن رجال نعرفهم وعاشرنا بعضهم، فالحمد لله يعني ان جعلني بينكم في هذا المنتدى. ومثل ابو مازن وغير ابو مازن، شرواكم جميعا فيكم الخير والطيب، الله يسعدكم ويوفقكم. وهذه ابو مازن ترحيبها تعتبر اعتبرها تاج من فوق راسي، الله يعزك ويغليك.